محمد شرف أبرز الممثلين في الكوميديا في مصر وقدم مشوار كبير جدا رغم وفاته في سن صغير أو مبكر. أدوار تميزت بخفة الدم وبالإفيهات اللي بنفضل فاكرينها لحد دلوقتي في الأعمال اللي قدمها في السينما المصرية تحديدا، وسابت بصمة واضحة ودايما بيبقى في دماغنا محمد شرف قال إيه في الموقف ده. خلينا نشوف تقرير صحيح. طبعا تحل اليوم ذكرى وفاة الفنان محمد شرف الذي يعد واحدا من أبرز ممثلي الكوميديا، حيث قدم عددا من الأدوار المميزة خلال مشواره وتميز بخفة ظله وأدواره المختلفة التي يقدمها في السينما. اشتهر شرف بالعديد من الإفيهات خلال مشواره الفني والتي ما زالت عالقة في أذهان الجمهور، ولازال عندما يعرض لشرف عملا دراميا أو سينمائيا يجلس الجمهور بشغف لمشاهدته نظرا لخفة ظله ودمه ولأدائه التمثيلي المتفرد. ولد محمد شرف بمحافظة الأسكندرية في 19 من فبراير عام 1963، وحصل في عام 1984 على شهادة المعهد الفني التجاري ليسافر بعدها إلى القاهرة ويشق طريقه إلى عالم الفن. كانت بدايته على شاشة التلفزيون في عام 1994 أيضا من خلال برنامج سر الأرض، كما شارك في نفس العام في مسلسل أرابيسك لتتوالى بعدها أعماله الدرامية الناجحة خلال فترة التسعينيات. شهدت بداية الألفية الجديدة فترة توهج وانطلاق محمد شرف، وبدأ المخرجين في إعطائه مساحات أكبر ليشارك بأدوار مميزة في عدد من الأفلام الكوميدية الناجحة. خاض محمد شرف تجربة التأليف لمرة واحدة عندما شارك في تأليف مسلسل ومضى العمر يا ولدي، والذي تم عرضه في عام 2006. توفي الفنان الراحل شرف داخل إحدى مستشفيات الأسكندرية يوم الجمعة الموافق 27 من يوليو عام 2018 إثر نوبة قلبية بعد صراع طويل مع المرض عن عمر ناهز 55 عاماً.